صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة لأهم عناوين الصحف اليومية. معانا النهاردة أستاذ أشرف أبو الهول، مدير مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام السابق في غزة. صباح الخير، صباح نهارك خير، سعيد. أهلا وسهلا، نهارك سعيد. أهلا بيك. نبتدي نقرا مع بعض أهم الأخبار الموجودة النهارده. الشروق الصفحة الأولى: إجراءات حاسمة ضد مستخدمي الشعارات الدينية والمخالفين للصمت الانتخابي. المصري اليوم الصفحة الأولى: معارك المرحلة الثانية، خطف نجل شقيق مرشح وإصابة 12 في مسيرات ومشاجرات. الأهرام الصفحة الأولى: جينجريتش يستفز العرب ويصف الفلسطينيين بشعب تم اختراعه. المصري اليوم الصفحة الأولى: كر وفر بين العسكري والإخوان في قضية الدستور. الشروق الصفحة الأولى: وزير الداخلية تفعيل الطوارئ لمواجهة البلطجية بالسلاح. الأهرام الصفحة الأولى: توفير 9 مليارات جنيه من ترشيد الدعم دون المساس باحتياجات المواطنين. المصري اليوم الصفحة الأولى: جون كاري والسفيرة الأمريكية يزوران مقر حزب الإخوان ويلتقيان قياداته. الأهرام الصفحة الأولى: المنتخب الأولمبي يتأهل إلى لندن 2012، ومصر تتصدر جدول الميداليات بالدورة العربية. الأخبار الصفحة الأولى: بأمر الثوار فتح ميدان التحرير. والأخبار الصفحة الأولى أيضا: أو الاجتماع لحكومة الإنقاذ بعد يومين. نبدأ بحضرتك بالواضح أن الأخبار كتيرة جدا، يعني يعني نبتدي بالشروق: إجراءات حاسمة ضد مستخدمي الشعارات الدينية يعني أخيرا. أعتقد إن ده أهم حاجة حاليا. طبعا إحنا عارفين إن في المرحلة الأولى من الانتخابات كان في إشادة بالعملية الانتخابية بشكل كبير جدا، مفيش تزوير، في انضباط يعني لم يحدث في تاريخ مصر، في إقبال شديد جدا. لكن كانت المشكلة والأول مرة بنواجهها هي مشكلة ما يسمى باختراق الصمت الانتخابي. الصمت الانتخابي في كل العالم معروف ان اليوم الاخير او اليومين الاخير قبل 48 الانتخابات، ساعة قبل، يعني في بعض الدول يومين وبعض الدول يوم، ويوم التصويت نفسه ما فيش دعايه تحت اي ظرف من الظروف، انت خلاص عملت دعايتك وانتهت القصه. لكن احنا عندنا الناس كانت بتتفنن ازاي انها تنتهك الصمت الانتخابي ده. ممكن ما يروحش يقول للناس والنبي انتخبوني او او او، لكن موقف ناس بره على باب اللجنه بلابتوب بيقول لهم والله لو انتوا عايزين بياناتكم في اللجنه خدوا اهو ورقه اهي فيها رقمك، وتبص تلاقيه معلم لك على المرشحين اللي هو عايز ينتخبهم، او ناس واقفه توشوش اللي واقفين بره. طبعا يعني بالنسبه لما كان يحدث في السابق دي ما تعتبرش مخالفه، يعني اللي كان في السابق كان جوه اللجنه نفسها، كان البلطجه جوه اللجنه، كان البلطجيه واقفين و فكانت يعني دي في الدره خالص زي ما بيقولوا. ولكن عندما بدانا يعني نشهد انتخابات حقيقيه بشكل كبير، كان من الضروري ان نحترم الصمت الانتخابي. ولذلك يعني من الجيد جدا ان اللجنه العامه للانتخابات قررت اتخاذ اجراءات ضد مستخدمي الشعارات الدينيه والمخالفين للصمت الانتخابي. وخليني اقول لك يعني دي طبعا مختلفه عندي خالص، لان الشعارات الدينيه دي يعني ممكن تعمل نوع من الانقسام، ممكن تعمل نوع من الفتنه عند اللجنه في الشارع في المنطقه بشكل او باخر. اما قصه الصمت الانتخابي فنتمنى ان يتم احترامها. طب الشعارات الدينيه موجوده اسبوعين تقريبا من قبل ما الانتخابات المرحله الاولى تبدا، نعم، والصمت الانتخابي ما حصلش ان احنا التزمنا بيه في المرحله الاولى ولا في مرحله الاعاده، فحضرتك نعم. تعتقد ان التصريح ده فعلا هيطبق؟ والله هو ده طبعا، هو انت لن تستطيعي ان تحكميه تماما. يعني ليه بقى؟ لان ممكن الصمت الانتخابي يبقى في الشارع اللي ورا اللجنه، يعني انتهاك الصمت يكون في الشارع اللي ورا اللجنه، اتصالات تليفونيه بالناس في بيوتها. لكن انت في هذه المرحله ما يهمك هو ما يحدث داخل اللجنه وعلى ابواب اللجنه وخارجها، ودي هتكون مرحله يمكن في يوم من الايام لما نوصل لدرجه الوعي الديمقراطي الكامل يبقى في احترام للصمت الانتخابي بشكل كبير. المصري اليوم الصفحة الأولى: معارك المرحلة الثانية، خطف نجل شقيق مرشح وإصابة 12 في مسيرات ومشاجرات. احنا دخلنا في مافيا ولا يعني اللي حصل؟ هو ده طبعا مش جديد على الانتخابات المصرية. ما حدث في المرحلة الأولى أيضا كان في نوع من التميز، إن ما كانش في بلطجة وخطف وسرقة وقتل. يعني أعتقد إن في آخر انتخابات كان في يمكن أكتر من 10-12 قتيل الانتخابات اللي تمت السنة اللي فاتت. لكن هو بعد النتائج الكبيرة اللي حققتها
الأحزاب الإسلامية في المرحلة الأولى، وبعد حدوث نوع من الشد الكبير جدا بين الأحزاب المدنية والأحزاب الإسلامية، وفي نفس الوقت أنت داخلة في المرحلة الثانية على الانتخابات اللي بتظهر فيها العائلات والقبائل والكتل التصويتية اللي هي مقفولة، وبالتالي هتبدأي تشوفي المشاكل دي، هتبدأي تشوفي المشاكل، حد اتخطف، حد اتضرب، حد. لكن ما نتمناه هو يعني ألا يعني تكون هذه العملية كبيرة، وأن يكون بها قدر كبير من الضبط، لأن المشكلة بالفعل دلوقتي أنت دخلتي في المحافظات الوجه بحري ووجه قبلي اللي فيها صراع بين عائلات، اللي فيها صراع بين قبائل، وده عنده مرشح وده عنده مرشح. القصة ممكن ما تكونش ليها علاقة بالانتخابات، يعني ممكن تكون يعني خلفيات سابقة لكن بتظهر ساعة الانتخابات، وبالتالي أيضا نتمنى أن يدرك المصريين أهمية الانتخابات تتم بشكل جيد، ويساعدوا في الحفاظ على الأمن، لأن لا الشرطة ولا الجيش هيقدروا يعني يحكموا الأمن جوه البيوت جوه الشوارع. انت ممكن تحكم اللجنه لكن على الاقل بالظبط امام اللجان يعني. نعم. الاهرام الصفحه الاولى، جينجريتش يستفز العرب ويصف الفلسطينيين بشعب تم اختراعه. التصريحات المستفزه دي الهدف منها ايه؟ يعني هم خايفين من ايه؟ بسيط. لا لا بسيطه. الاعتراف مثلا الدولي بفلسطين. لا 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 بسيطه. هو يعني الاخ نيوت جينجريتش راجل مرشح نفسه للرئاسه الامريكيه. عايز يبدأ بضربة كبيرة، عايز يبدأ بشو إعلامي كبير، عايز الناس تحس بيه. جينجريتش مش أول مرة يرشح نفسه، وعمره ما قال تصريح مستفز ضد العرب بالشكل ده، لكن هو يبدو أنه داخل يعني وأمامه شخص مترستق في الرئاسة اللي هو أوباما، وما فيش مرشحين أقوياء كتير في الحزب الجمهوري معاه، فقرر أن يقول حاجة يلفت نظر أمريكا والعالم، وبالتالي يبقى فيه تركيز عليه وتبقى فرصته قوية أن هو يقدر ينافس أوباما. لكن طبعا كلامه كلام يعني بيدل على جهل، يقول أن ما كانش فيه شعب فلسطيني وما كانش فيه حاجة اسمها فلسطين، وأن الفلسطينيين دول كانوا جزء من الدولة العثمانية، وأن هم يقدروا يروحوا أي دولة تانية، لكن الإسرائيليين طبعا ما يقدروش يروحوا، رغم أن التاريخ بيقول غير كده. الإسرائيليين بيقول لك إحنا كنا موجودين هنا وهاجرنا من 2000 سنة، وبيجوا من الشتات، بيجوا من كل حتة، يعني الشعب اللي مولود وعايش وتربى واللي انت هجرته في 48 وفي 67 ده مش ابن المكان، واللي انت جايبه من أوكرانيا ولا روسيا ولا المغرب ولا اليمن. وبالتالي في أحيان كتير جدا في تصريحات لا تستحق أن نقف عندها، رغم أن طبعا في حالة يعني غضب عربي ودولي سياسي أدينت هذه التصريحات، أدانتها السلطة الفلسطينية، أدانتها حماس، أدانتها مصر، أدانتها الجامعة العربية، أدانها العالم كله، ولكن أنا أعتقد أنه مجرد تصريح انتخابي، نوع من أنواع الدعاية، نوع من الدعاية، والراجل عايز دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والدعم اللوبي اليهودي ليس مجرد صوت وإنما صوت وتمويل. يعني لا يوجد رئيس في أمريكا نجح بأمواله. الانتخابات إذا كانت عندنا ممكن مثلا المرشح يصرف 10 مليون، لا في أمريكا ممكن يوصل لمليار، وبالتالي المليار ده عمره ما هيجيبه. هيجيبه منين؟ من اللوبي، من شركات الأدوية، من شركات السلاح، من رجال الأعمال، وبالتالي فيقول اللي يقول. هو خد كل الدعم اليهودي. نعم. يعني مصر اليوم الصفحة الأولى، كروا فر بين العسكري والإخوان في قضية الدستور، يعني خبر متوقع بالنسبة للبعض، والبعض الآخر ممكن يكون مندهش منه. لا هو شيء طبيعي، شيء طبيعي. هقول لحضرتك ليه. الإخوان كان في نوع من الهدنة مع المجلس العسكري يعني لغاية ما الانتخابات تتم، لكن الإخوان زيهم زي أي قوة في العالم، لما بيبدأ يحس أنه أصبح قوة وأصبح هو اللي هيهيمن على البرلمان على التشريع، بالتالي بيقولك عايز حقي، أنا أصاحب الكلمة الأولى، أنا. لكن لازم برضك نقول أن مفيش في العالم حزب واحد أو برلمان هو اللي بينفرد بوضع الدستور، لأن الدستور يعني أنت ممكن في ظرف تاريخي الناس تنتخب حزب لسبب اقتصادي، لسبب سياسي، ممكن يكون انتخاب تصويت عقابي، عندك حد فاسد فبتختار الحد اللي قصاده
كراهية في هذا الشعب. فليس معنى هذا أنك تمثل جميع فئات الشعب، وعندما تضع لجنة لوضع الدستور يجب أن يكون ممثل فيها جميع طوائف الشعب. بالظبط، يعني لو كانت البرلمان موزع توزيع عادل على كل التيارات السياسية، مفيش برلمان في العالم موزع توزيع عادل. يعني لازم نقول ان الانتخابات دائما لها ظروف. مفيش برلمان في العالم موزع توزيع عادل، يعني امريكا مثلا فيها 40 حزب، مين يعرف الاحزاب دي؟ في الاخر في حزبين بس اللي هم ظاهرين في على الساحه في امريكا. بريطانيا نفس القصه، في احزاب غريبه جدا، مثلا يقول لك حزب مثلا البن، حزب الشاي، حزب القهوه، حزب احزاب غريبه جدا، ومع ذلك ليها مطالب. بعض الدول فيها احزاب للشواذ. وبالتالي انت لما تتكلمي على وضع دستور ليس من حق اي طرف ان يضع واحد، ولكن الطرف الذي يسيطر على البرلمان بالتاكيد هيكون له كلمه، لكنها ليست الكلمه الوحيده او الكلمه الاولى والاخيره. الشروق الصفحه الاولى او اخر خبر معانا، والتاريخ بيعيد نفسه بقى. وزير الداخليه تفعيل الطوارئ لمواجهه البلطجيه بالسلاح. لا 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 لا، تاريخ بيعيد تفعيل نفسه. قانون الطوارئ اما بنفعله وبعدين بنلغيه ونوقفه، ده بيحصل، مين المفروض ياخد القرار ده؟ بص هقول لحضرتك قصه قانون الطوارئ. يعني انا شايف ان العنوان بتاع الشروق يعني مستفز اكثر مما يجب. انا سمعت التصريح بتاع الراجل، شفته موجود في كل الجرايد. هو ما قاله هو أننا سنلجأ للدفاع الشرعي في حالة التعرض لهجمات مسلحة من البلطجي. بلطجي جاي يهاجم شرطي في منطقة أو جاي يهاجم اسم بسلاح، ما أنت هترد عليه بسلاح. مش هو هيجيلك يطلق عليك نار وأنت هتحدفي عليه ورد. وبالتالي العنوان اللي موجود في كل الجرايد هو الراجل حتى طلب يعني نتمنى أنه ينفذ. قال ابعدوا الشرطة عن المظاهرة، يعني لا يريد الصدام مع الشارع، لا يريد الصدام مع المواطن، ابعدوا الشرطة مع المظاهرات. امبارح التقى مرتين وزير الداخلية مع رئيس الوزراء مع الدكتور الجنزوري، وكان المطلب الرئيسي ابعدونا عن المظاهرات. اذا لما يجي يقول والله انا عايز اخد حق الدفاع عن الناس، لا، خد حق الدفاع عن الناس، لان المشكلة مش التحرير ومش محمد محمود، لا، مناطق تانية كتير. تبص تلاقي البلطجية يلموا نفسهم كأنهم عملوا مثلا روابط ونقابات ويروحوا يهاجموا أقسام الشرطة. بلطجي يتمسك، تبص تلاقي البلطجية جمعوا نفسهم من المنطقة وحصروا الاسم الإخراجه. واحنا شفنا عشرات وشفنا كمان العكس، وشفنا الداخليه بتتعرض لصور. لا، ما هو احنا دلوقتي بنتكلم على حاله محدده. انا قلت لك هو الراجل قال بالنسبه للمظاهرات ماليش علاقه، يعني حاسبه بقى اللي فات على اللي عمل. لكن انا ماليش علاقه، انا بس اللي يجي يهاجمني في الاسم ولا يهاجم كمين شرطه ارد عليه. وبالتالي نتمنى ان ده يحصل. اكيد. استاذ اشرف ابو الهول، مساعد رئيس تحرير الاهرام ومدير مكتب الاهرام السابق في غزه، بشكر حضرتك. شكرا جدا، نورتنا. مشاهدينا استنونا معانا الفقره الجايه عن اديبنا الراحل نجيب محفوظ مع اشرف، بس بعد الفاصل.